إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المقصود من ذلك النافلة التي لا يكون الاستحباب في أدائها جماعة، فالاستسقاء سنة، ومع ذلك الأفضل أن تصلى جماعة. ثم أيضا يوضح ذلك ما ذكره البيهقي رحمه الله في فضائل الأوقات، أنه قال إن فعل التراويح بالجماعة أفضل، لأن قوله فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذه الجملة أتت بعد ماذا؟ ولما صلى بهم واجتمعوا وخشي أن تفرض عليهم ماذا قال؟ أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. أمرهم بالصلاة في بيوتهم من أجل ماذا؟ من أجل ألا تفرض عليهم. قال فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال البيهقي رحمه الله يحمل هذا الحديث على غير صلاة التراويح أو على صلاة التراويح في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصلاتهم في بيوتهم زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة التراويح أفضل، خيفة من أن تكتب وأن تفرض عليهم. فلما مات صلى الله عليه وآله وسلم إذا به رضي الله عنه يجمعهم، وحثه على ذلك أيضا علي، وفعل ذلك علي رضي الله عنه.